مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بيت القصيد. سوريا هي الألم الواسع وكذلك الأمل الشاسع، نظراتها إلى أعين أبنائها لا تزال دامعة، وحنينها إلى عناقهم دائم التحرق لا يذوب ولا يبرد ساعة من ليل أو نهار. إنها الشام قصيدة كل شاعر حر، وحلم كل حر ينتظر الشمس على شغف دائم وظمأ لا ينتهي. ولا نسمح لي أن أرحب بضيفي في الأستوديو معنا هنا، الشاعر عبد الرحمن الأحمدي من سوريا. أهلا بك عبد الرحمن معنا في استوديوهات بيت القصيد، وكل عام وانت بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. حياك الله وبياك أستاذنا، وأنت بألف خير. كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، عاده الله علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات. اللهم أمين. في البداية وقبل الشعر يا عبد الرحمن، توطئة قصيرة عنك تقدمها للجمهور العراقي والعربي، من هو عبد الرحمن الأحمدي في سطور قليلة؟ تفضل. والله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الرحمن الأحمدي من مدينة الرقة في شرق سوريا، شاب كبقية الشباب الذين خرجوا في هذه الثورة ضد الظلم والطغيان. جميل. طلبا للحرية والعدالة، ولله الحمد على ما قضى لنا في المنافي. ولله الحمد على ما قضى. نعم. مؤخرا جرى الحديث عبر بعض وسائل الإعلام أن هناك أقاويل تتحدث عن عفو رئاسي في سوريا. مثل هذه القضايا أعتقد لا يفكر بها الشباب، ويعلمون أن مشوار الحرية يتطلب التضحية والثبات على المبدأ، أليس كذلك؟ طبعا بالتأكيد، ولكن يعني أول ما يتبادر للذهن كيف يصدر مجرما، يعني كيف المجرم يصدر عفو، يعني هذا من غير المعقول أصلا. أحسنت. إلى أولى القصائد في هذا اليوم الجميل، يعني أنت عيد قصيدتنا يا عبد الرحمن وعيد شعرنا، ونرجو أن يكون هذا الشعر على قدر هذه المناسبة وأنت لها ولا شك في ذلك. تفضل. جزاك الله خيرا. أقول: طيف تبدى في المرايا من وجه ضاحكة الثنايا، يا صاحبي ترحل لنزور من أحيت أسايا، عوجا بدير الزور نبكي ثم نبكيها البرايا، فهناك مثوى الأصفياء المنتمين إلى الصفايا، وهناك مرقد معشر كانت بهم خير السجايا، نروي مآثر فتية يأبون عيشا كالدنايا، حتى يجاوبنا التراب بها وتحتشد السرايا، نمضي لدار عدونا حقدا نحملها المطايا، نتعاهد الثأر الذي يسقي صليبهم المنايا، ونسومهم خسفا بأمر الله علام الخفايا، ونعيد عزتنا ونحفظ عن محمدنا الوصايا. جميل. يا قومي طال هوانكم حتى غدوتم كالرعايا، يرعاكم من وده حقدا دفينا في الحشايا، لا تتبعوا من باع دينا ثم أتبعه القضايا، إذ سمه باد كما بانت من الأفعى النوايا، لا يعرفون كرامة حتى وإن سيقوا عرايا، أصبحتم مثل القطيع يساق في دنيا البلايا، كيف الهناء لعيشكم وبنات دينكم سبايا؟ كيف الهناء لعيشكم وبنات دينكم سبايا؟ يا الله. أم كيف مضجعكم يطيب وفي سجونهم الصبايا؟ أم هل نسيتم تدمرا والمسلمين بصيدنايا؟ أم هل نسيتم تدمرا والمسلمين بصيدنايا؟ أم هل نسيتم تدمرا والمسلمين بصيدنايا؟ إني أحن إلى الذي ما نام عن ثأر الضحايا، إني أحن له وأبكيه الغداة وفي العشايا، ما هاب طائرة تمطر فوق هامته الشظايا، بيمينه الشقراء تصدر من مخازنها المنايا، يا شام أين جمالك الوضاء بل أين المزايا، لا تحزني فالله ينصرنا ويجزلها العطايا، لا تحزني فغدا نعيد السيف كي نمحو الخطايا، لا تحزني فغدا نعيد السيف كي نمحو الخطايا. خطايا الشعر موقف يا عبد الرحمن، والموقف
كلمة وكثيرون دفعوا أعمارهم فداء كلمة الحق، ماذا تقول في ذلك؟ رأيك الشخصي؟ لابد للذي يريد أن يوطئ لنفسه موطئ قدم في التاريخ أن يدفع الثمن. المواقف والخلود في التاريخ له ثمن لابد نعم. من دفعه. وهذا ربما ينسحب هذا الموضوع على أي المواقف في غير الشعر والأدب يعني. نعم. في مختلف القضايا. بالطبع. وتاريخنا زاخر بالكثير من الشخصيات العالية التي استطاعت أن تكون على قدر مواقفها وعلى قدر كلماتها، فبذلت الدم والروح من أجل الفكرة التي تؤمن بها. ومنهم شهداء ربما قضوا على مذبح الحرية وهم من الشعراء أيضا، مثل عبد الرحيم محمود من فلسطين، إبراهيم طوقان كذلك، نعم نعم. أبو القاسم الشابي كذلك، عبد الرحمن سراج من اليمن نعم. الذي استشهد مؤخرا نعم. رحمة الله عليه. اللهم آمين. الحديث يطول ربما عن فكرة التضحية والموقف، لكن ما الذي يميز سمات المضحي من وجهة نظرك؟ سمات المضحي، هذا الشخص بما يتميز؟ هذا المضحي ما الذي يجب أن يكون حاضرا في شخصيته؟ رأيك الشخصي؟ يعني بتصوري يجب على الشخص إذا أراد أن يكون له ذكر بين الناس، وقبل ذلك أن يذكر كما قيل في الأثر، أن يذكره الله في من عنده. حسنت. يعني أن يوطئ له قدما في الآخرة قبل الدنيا. نعم. أن يضحي. يعني هنا أستذكر ربما كلمات للأستاذ المفكر سيد قطب عندما يقول: إن كلماتنا تبقى عرائسا من الشموع جامدة لا حراك فيها. حتى أو كما إذا قال متنا. حتى إذا متنا انتفضت وعاشت بين الأحياء. نعم. كل كلمة حرة كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي. الله، جميلة هذه العبارة. إننا بذلك نعيش حياة ممتدة نعم. حينما نمنح الآخرين، نعيشها حقا لا وهما. كيف يمكن للشعر أن يكون سبب في نصرة أمته وقضاياها الكبرى؟ تفضل. أولا، يعني مهمة الشعر ومهمة أي مثقف في أي مجتمع هو نشر الوعي. نعم. لابد للشاعر أن يكون على قدر المهمة التي ربما توضع على كاهله قسرا. نعم. وربما هو يتصدر وغيره لا يستطيع التصدر لهذه الأماكن التي يصل إليها. نعم. أو كلمته صحيح. التي يسمعها صحيح. الناس. فمن صحيح. هذا المنطلق يجب أن يكون على قدر، يجب أن يعي أين هو أولا. نعم. ثم ينشر الوعي بين الناس بكلمة الحق. نعم. عبد الرحمن، ربما يعني إجابتك هذه يعني تفتح الباب أمام سؤال يعني يفرض نفسه الآن عن مهمة الشاعر. ما هي مهمة الشاعر باعتقادك؟ مهمة الشاعر، رأيك الشخصي هون، مهمة الشاعر يعني بتتلخص بماذا؟ ما المطلوب من هذا الشاعر حتى يخلد، حتى يجدد، حتى يؤثر، حتى يكون له بصمة؟ ما المطلوب بالضبط؟ الرسالة، أن يكون رساليا. أن يكون رساليا. أنا يعني بقراءاتي ربما تكون متواضعة جدا في التاريخ وفي الأدب، يعني وجدت الشعراء الرساليين والذين حملوا هموما وقضايا هم أكثر رسوخا في التاريخ من غيرهم. أحسنت. أكثر يعني متواجدين بكثرة ومذكورون، يعني من بداية تستطيع أن تستذكر قضية امرأة القيس وهو جد الشعراء الأكبر الذي كان يسعى إلى ثأر أبيه وملك أبيه واستعادة هذا الملك، وهو القائل: اليوم خمر وغدا أمر. نعم. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة قنعت، أو قنعت ولم أطلب قليل من المال، قنعت ولم أطلب قليلا من المال. نعم. ولكن ما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ثم تنظر هكذا نظرة عامة في التاريخ إلى أن تصل إلى العصر الحديث عند الجواهري مثلا. والجواهري من هو؟ إذا ذكر الجواهري ذكر العراق. أحسنت. أو ذكر العراق كما كان يحب. لقصيدة جديدة عبد الرحمن، تفضل اقرأ علينا نصا جديدا من النصوص المحببة إليك والمفضلة عندك. تفضل. قول: أنا لك الوهم من أغراك بالأمل. مجددا: أنا لك الوهم من أغراك بالأمل حتى رجعت غريب الدار والأهل، حتى بقيت كمن قد ضل واحدها
والروح في وله والقلب في شغل، تأتي وتغدو كمن لا عقل يحكمه، والأذن في صمم والعين في كلل. يا الله، ها أنت صيرت جسما لا حراك به بعد الرحيل كستر غير منسدل. ها أنت مرة أخرى، ها أنت صيرت جسما لا حراك به بعد الرحيل كستر غير منسدل. أوصيك يا صاحي إن بلغت منزلهم أن تسأل الدار ما للهم لم يزل. يا الله، أن تسأل التربة عمن فت جمعهم باسم الحضارة واسم الزيف والدجل، عن الذين فتوا بالنفس دينهم كي لا يرى قومهم يرعون كالهمل. عن الذين فدوا بالنفس دينهم كي لا يروا أو كي لا يرى قومهم يرعون كالهمل. الله عليك. عن الذين أتى جمع الصليب لهم بكل ما قد حوت أيديه من نصل. عن الذين إذا ما قال شيخهم حان الجهاد يجيء الكل في عجل. يا صاحبي إن نسيتم ثأر إخوتنا فإنني لم أزل أحييه لم أزل. أعيد شعري إذا ما صغت قافية من أن تراوده أنثى عن الغزل. من أن تراوده أنثى عن الغزل. كأنك تتوب في نهاية القصيدة بعدما كان مطلعها مفاجئا ومدويا. هناك صراعات يا عبد الرحمن لا طائل منها بحسب متابعين، وتقع هذه الصراعات بين الشعراء كما تعلم. ما الجدوى من الخلافات؟ هل يمكن أن يكون لمثل هذه الخلافات الممتدة على طول مواقع التواصل الاجتماعي، هل يمكن أن يكون لها مثلا إيجابيات ممكن أن نقف عندها قليل؟ ربما علينا أن نقف عند المصطلح الخلاف ذاته. تفضل. الخلاف، هناك فرق بين الخلاف المرضي والخلاف الصحي. نحن بحاجة لأن نختلف، أنا بحاجة لأن أختلف معك، أنت بحاجة لأن تختلف معي، نصحح وجهات نظرنا. ولكن الخلافات التي يدخل فيها حظ النفس أكثر من وجه الشعر، هذه خلافات لا طائل منها. يعني أنا أدخل مثلا على صفحتك مثلا وأعلق أريد حظ نفسي فقط، أريد أن أخطئك، هكذا ليس لوجه الشعر، ليس لوجه الأدب أبدا. هذه الخلافات ينبغي للإنسان أن يترفع عنها. يعني حقيقة ينبغي للإنسان أن يترفع عنها. عن فكرة التوافق وتكامل وجهات النظر وما ينبغي على المثقف أن يقوم به لا أن يخوض في جدل لا طائل منه. المطلوب من المثقف قلت نشر الوعي. هل نشر الوعي تراه متاح من خلال وسائل التواصل الموجودة حاليا، أم أن المسألة فيها شيء من الفوضى وفيها شيء من الصعوبة ربما؟ أنا يعني ربما في عقلي دعوة ولكن لم أحدث بها أحد حتى الآن. جميل. يعني هذه مواقع التواصل وربما غير المعروفة التي نستعملها نحن مثل الفيسبوك والتويتر، هناك غيرها من أيدي الحداثة التي خطفت أبناءنا وخطفت أهلنا وإخواننا. إذن علينا أن نستثمر هذه التطبيقات. نعم. نحن يعني أنا أقول دائما علينا أن نقتحم عليهم هذه الحصون ونستعيد أبناءنا منهم، ننشر الأدب بينهم، ننشر الأدب بطريقة نعيد تذكيرهم بأن لنا تاريخ. نعم. بأن لنا أدب. نعم. بأن لنا بلاد. بأن لنا حقوق. بالضبط. بالضبط. بأن لنا حضارة وماضي يجب أن نحافظ يعني عليه. هذا الشاب مثلا الذي ربما يتابع الفرق الكورية أو الثقافات الغربية لا يعلم، هو لا يعلم شيء عن. نعم. تاريخه، فربما لو عدنا في ذاكرته ونشطنا ذاكرته سيترك هذا ويعود. يعني أحسنت. عن القيمة والمبدأ التي ينبغي على كل شاعر أن يؤسس لها في نصوصه حتى يؤثر في نفوس الناس، حدثنا عن هذا التأثير وكيف يمكن أن يتشكل أقل القليل من وجهة نظرك الشخصية. أنت لما بتيجي وبتكتب قصيدة تصورك للتأثير في الناس كيف بيكون؟ أن تكتب باللسان حال الناس. يعني أنت لست بالنهاية، أو قد يقول قائل أن الشاعر ليس لا يكتب ما يطلبه الجمهور، لكن أحيانا لابد أن يكتب ما يطلبه الجمهور. نعم. لأنه قال أنت قادم من هؤلاء الناس، إذا لم تكتب بلسان حالهم وتكتب ماذا يريدون وما يعبر عنهم فما جزء لا يتجزأ من هذه. نعم. الخريطة المجتمعية. نعم. أحسنت. بالضبط. لست في برج عاجي حتى تنظر على الناس من أعلى. يعني أحسنت تماما كما قالت هتباء قباني ابنة لنزار قباني. نعم. بغض النظر عن موقفك منه وأنا لا أعلم موقفك لا ولكن أن تصرح، قالت لقد نزل أبي من برجه العاجي إلى عوام الناس فكسب بذلك قلوبهم. كلمنا عن الأخلاق وما يمكن
أن يبنيه الشاعر في وجدان أبناء أمته وما يمكن أن يصححه لها من سلوكيات يومية تنتظر أو تحتاج أن تعدل عن الأخلاق الواجب أن يقدمها الشاعر وأن يكون قدوة للآخرين. الأخلاق يعني هذا واجب ديني قبل أن يكون واجب شعري، وواجب فطري وإنساني أن ينشر الإنسان الأخلاق الحميدة، أن يتحلى بالأخلاق، أن ينظر إليه الناس فيعجبون بهذه الأخلاق. فما بالك بالشاعر الذي هو يقدم نموذج، الشاعر النموذج الذي، وحتى يعني أذكر ربما بيت لأبي تمام الذي يقول فيه ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. حسنت. نعم، فالشعر يجب أن، والعرب الجاهليين كانوا إذا قال أحدهم بيتا من الشعر صيروه نظاما أخلاقيا، مثل لامية الشنفرة مثلا. حسنت. فيها أبيات هي تأخذ البيت وشوقي بنفسه، حينما قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم. نعم نعم، ذهبوا، فتح الله عليه. يعني يأخذون البيت من لامية الشنفرة المعروفة بلامية العرب ويجعلونه قانونا أخلاقيا لا يمكن أن يتجاوزه أحد. أحسنت. استمرين يا عبد الرحمن، وأكيد الحديث معك شيق، ولكن بدنا قصيدة جديدة الآن. أبشر، مزيد علينا فرحة عيدنا وهذا الوقت السعيد برفقتك. أبشر. وقصيدة مختلفة، تفضل. يا ساهر الليل هل تدري بك السدف حتى ما أنت لهذا الكأس ترتشف، حتى ما أنت بعيد العين دامعة منك المحاجر والأحشاء ترتجف. يا الله، لا تخبر الناس عما فيك من وله، سيان إن جهلوا ما فيك أو عرفوا. لا تخبر الناس عما فيك من وله، سيان إن جهلوا ما فيك أو عرفوا. بحل النجوم إذا ضاقت بما حملت منك الأضالع أو أزرى بك الشظف. يخبرك نجم شبيه بالتي رحلت، من راح عمدا فلن تأتي به الصدف. يا من دنوت وقلبي ما به حزن، ها قد نأيت وجسمي كله دنف. أمعن كما شئت بالهجران وارض به، وخل قلبي بذا الخذلان يلتحف. أمعن كما شئت بالهجران وارض به، وخل قلبي بذا الخذلان يلتحف. جميل. وخل قلبي على ميعاد فرقتنا يسعى به الفاتكان الشوق والأنف. لا أدعي الصبر زورا في فراقكم، فالصبر عن مثلكم يا مهجتي ترف. الله. كأن جسمي يا قلبي بعيدكم، تسري به الروح قصرا ثم تنعطف. لا يسكن القلب حب بعدكم أبدا، هل يخلف البدر شيئا حين ينخسف. لا والله. يزورني طيف من أهوى ويقتلني، ويترك القلب رهوا ثم ينصرف. يزورني طيف من أهوى ويقتلني، ويترك القلب رهوا ثم ينصرف. حتى العراق كئيب بعد فرقتنا، لن نخل به كلا ولا السعف. حتى العراق كئيب بعد فرقتنا، لن نخل به كلا ولا السعف. كلا ولا السعف، عسى هذا النخل يعود ويطاول السماء ارتفاعا وارتقاء و تعود للعراق هيبته التي ستبقى حاضرة في وجدان أبنائه الأحرار الذين سيجعلونها واقعا، وعساه يكون قريبا. وكذلك الحال في ربوع أمتنا، كل أمتنا مجتمعة. عبد الرحمن، الآن وقبل أن أسألك السؤال التالي، الخاطر الذي فرض نفسه عليك حينما كتبت القصيدة الأخيرة التي قرأتها علينا قبل قليل، كلمنا قليلا عن الخاطر، الفكرة، ما شدك فدفعك لكتابة هذا النص؟ جميل. بصراحة يعني هي القصيدة بشكل عام، وأنت تعلم هذا جيدا. لا أريد الحديث بشكل عام. لابد من الحديث بشكل عام، ثم الدخول إلى شيء من الخصوصية. يعني جميل، لأن ربما هكذا نحن متفقان. نعم، يعني الحالة الوجدانية التي تفرض نفسها على الشاعر بشكل عام، يعني أحسنت، ربما لا هو قبل دقائق قد لا تكون تفكر بهذا الأمر أبدا، فعلا فتستذكر شيء من يعصف بذاكرتك أمر ما، التماعة تطيع القلم فتكتب، معينة تكون هي الأولى بالضبط، تفرض ذاتها بالضبط عليك. الدفقة الأولى تأتي في الأبيات الافتتاحية،
ومن ثم ربما تذهب يمنة ويسرى في إطار هذه الحالة الوجدانية الإبداعية التي فرضت عليك، ولكن تجد أن هناك روابط بين هذه الأفكار وإن كانت مختلفة قليلا، إلا أن هناك قاسما مشتركا بالضبط يوحد بينها. وأنعم بالشوق من قاسم مشترك. نعم. الآن نريد أن نتحدث عن أبرز المشاكل التي يمكن للشاعر الواعي أن يسهم بحلها. تفضل رأيك الشخصي. المشاكل يعني كلمة مشاكل بشكل عام. بشكل عام، شو بعض المشاكل التي يمكن لقلم الشاعر، كلماته، أسلوبه، شخصيته، أنها تساهم بحل مثل هذه المشاكل؟ دور الشاعر وين ممكن توظيفه من أجل حل المشاكل على اختلاف هذه المشاكل وتعددها؟ بداية يعني لابد النظر في التاريخ يعطيك فكرة عن ما ستفعله في الواقع. أحسنت. يعني إذا نظرنا عن لدور الشعراء من الجاهليين حتى العصور المتأخرة، نجد أن ربما حرب تبدأ بقصيدة وحرب تنتهي بقصيدة، وكل الأمور تبدأ حرب ربما توقف بسبب قصيدة. توقف نعم بسبب قصيدة، ومنها القصيدة التي أنهت الحرب بين عبس وذبيان التي كتبها زهير بن أبي سلمة. أحسنت. ويقال أنه أيضا أبو العلاء المعري وقف في وجه جيش فطلب قائد الجيش منه أن ينشده شيء من الشعر حتى يعود عن المعرة، ففعل وبالفعل وهبتك المعرة. حصل ذلك عليه. نعم. التاريخ يعني عجب الكثير من النماذج العالية التي تثبت أن الشعر كان له دور عظيم في حل المشاكل، كان له كلمة من زمن حسان وربما قبل الإسلام أيضا. نعم. ومر كذلك على مختلف العصور، سواء العصر الأموي أو العصر العباسي أو العصر الأندلسي. لسان الدين بن الخطيب مثلا كان وزيرا في مقربا لدى سلاطين بني الأحمر. وكذلك في زماننا هذا للشعراء أيضا كلمتهم، لكنهم يستحقون أن يقدموا. صحيح. أما حالنا فهو غني عن المقال، واقع الحال يغني عن المقال للأسف. الآن نريد واقع القصيدة من جديد إلى الشعر. ترى ما الذي ستختاره هذه المرة؟ اقرأ ما تحب يا عبد الرحمن، تفضل. ربما أقرأ عليك قطعة وليست قصيدة. اقرأ علينا قطعا إذن، لا قطعة. إذن قول: كنوح الصادحات من الحمام ينوح القلب من فرط الهيام. كنوح الصالحات مجددا. كنوح الصادحات من الحمام. كنوح الصادحات من الحمام ينوح القلب من فرط الهيام. حلو. على عهد الذين سروا بليل يلاقون المنية بابتسام. يا الله. وإني اليوم يا صحبي سقيم ومن ذكراهم يأتي سقامي. أنا المقتول يا قومي فراقا على من دارهم مرمى السهام. عزائي في المصيبة إن أعزى بأن القتل من شيم الكرام. عزائي في المصيبة إن أعزى بأن القتل من شيم الكرام. جميل. أعطنا قطعة أخرى. أقول: يا سعد شوقي إليكم كلما نظرت عيني لأرضكم في القلب يزداد. جميل. يا سعد قلبي كحر ثار ثم غدا في السجن يحكمه وغد وجلاد. الله. وكل قلب له في الحب موعدة، أما لنا بعد هذا الهجر ميعاد؟ يا سعد قلبي كسير في فراقكم كصائد الأمس عاد اليوم يصطاد. كصائد الأمس عاد اليوم يصطاد. اصطد قلوبنا بقطعة ثالثة إن وجد. إلى دمشق. أنعم بها من صيادة أقول يقلوب لها الأحباب. نسجتك دمعتين وكان دمعي يصدق دعوتي إن قل صدق. حملتك في فؤادي الصب عشقا يبصرني إذا ما ضاق أفق. الله. ويحملني على شوقين منك ويمسح عبرتي إن جال شوق. يكاد الياسمين يضوع مني إذا ما قال قلبي يا دمشق. يكاد الياسمين يضوع مني إذا ما قال قلبي يا دمشق. يا دمشق. جميل هذا البيت يا عبد الرحمن، والأجمل أننا مستمرون معك، لكن لابد أن نخرج الآن إلى فاصل. مشاهدينا الكرام،
نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. يا حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. ضيف هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الشاعر السوري الشاب الأستاذ عبد الرحمن الأحمدي. أهلا بك عبد الرحمن مرة أخرى. سلمك الله وأهلا بك. عبد الرحمن، اليوم عيد يا أخي، حاول تفكها قليلا، ابتسم، تبتسم لك الحياة، يبتسم لك القدر، تبتسم لك الفرص القادمة، والابتسامة بالمجان، وإن كان العيد فيه والابتسامة في وجه أخيك صدق. بالضبط، أحسنت. وإن كان العيد فيه ربح لكثيرين وفيه خسارة قد تكون ظاهرية للبعض، لكننا نشتري بالنقود أحيانا الابتسامة. قد نفرح بها حينما نقدم شيئا لأمهاتنا، أخواتنا، لبناتنا وأبنائنا. صحيح. من الجميل أن يحرص الإنسان حتى على شراء الابتسامة و رسمها في قلوب أحبته قبل أعينهم ووجوههم، قبل الشعر ومع الابتسامة التي نريدها منك في هذا اليوم المميز يا عبد الرحمن. نريد أن نتحدث عن الثقافة، وهي العمود الأساس في البناء الحضاري الممتد والمتراكم من عمر أي أمة أو أي مجموعة من الناس. دعنا نتحدث عن القيم والموروثات الأصيلة التي ينبغي على الشاعر أن يرسخ لها في وجدان الناس حتى يبتعدوا عن بعض الأفكار الهدامة والمستوردة التي لا تنتمي لا لديننا ولا لعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الذي نعتز به. تفضل، رأيك في هذا الموضوع. برأيي يعني ترسيخ فكرة الاكتفاء، أننا مكتفون ثقافياً، يعني لدينا من الثقافة ما نفيض به على الأمم الأخرى. أعجبني مصطلحك يا عبد الله. ما نفيض فعلا، وهذا الاكتفاء الثقافي. نعم، نحن مكتفون، ولهذا يعني أنا أنصح عندما أسأل عن سؤال الثقافة أنصح بكتاب للشيخ إبراهيم السكران اسمه سلطة الثقافة الغالبة. نعم. يعني وربما يعني ابن خلدون أسس لهذا المصطلح من سنوات قديمة، من قرون ربما. نعم. يعني وهو أن الغالب يتبع المغلوب، يتبع الغالب ويقلده وهكذا. فنحن يعني عسكريا منهزمون، بلادنا أغلب بلداننا محتلة، فلم يبقى عندنا حرفيا إلا هذه الثقافة وهذه اللغة التي يجب أن نعتز بها وننشرها ونرسخ فكرة أننا مكتفون فعليا ولا نريد إدخال شيء جديد عليها. إذا كان شيئا نافعا فأهلا وسهلا وحيا هلا، ولكن أن تأتي إلينا بأفكار غربية هدامة وتدخلها في ثقافتنا وتعير من لا يستعملها ولا يعترف بها، هذه هي الحرب كما يقول الحقيقية. هذه هي الحرب الحقيقية، يعني هدم يعني الأخلاق، هدم الثقافة التي هي تمثل الوجود، تمثل حائط الصد وحائط الاستناد لأي إنسان يعني في أي مجتمع. يعني أنا دائما أقول أن المثقف وحامل هذه الثقافة والأديب هو في حرب، كما أن المقاتل يلبس جعبته ويحمل بندقيته وهو في الحرب. نحن يعني نتحدث بكل شفافية، يعني بلداننا، أي بلد إذا لم يكن محتلا فهو محتل بالوصاية، فليس عندنا إلا هذه الثقافة ندافع عنها وإلا هذه الكلمة. وكما أن أنا أوصي دائما يعني، وهذه الدعوة عبر برنامجك، كما أن المجاهد والمقاتل يقسم وقته بين اللقمة والرصاصة، فيجب على المثقف أن يقسم وقته بين اللقمة والكلمة. الله عليك. حتى يدافع الله. حتى يبقى هذا السد منيعا. جميلة هذه العبارة، كما أن المقاتل في الميدان يقسم وقته بين اللقمة والرصاصة، على المثقف أن يقسم وقته بين اللقمة والكلمة. والكلمة. نعم.
جميل، لأن هذه الكلمة هي زاد المستقبل لأبنائنا وأحفادنا والقادمين من بعدنا. علينا أن نورثهم ثقافة صافية لا شيئة فيها ولا تعكير ولا إفساد، بالضبط، حتى يجدوا شيئا يفاخر به ويباهوا، لا أن يقولوا ثقافتنا ثقافة مهجنة للأسف من كل قطر كارثة. لا أقول من كل قطر أغنية، لأن الأغاني فيها من الجمال ومن القيم ما فيها أحيانا، لكن استيراد الأفكار الهدامة ودسها في ثقافتنا للأسف هذا مما يهدم أجيالا وحضارة وأمما. قبل الذهاب إلى الشعر أود أن أوطئ لفكرة أنت تفضلت بها والحديث عن ابن خلدون. ابن خلدون بالمناسبة عاش بالزمن الأندلسي وكان يعيش في المغرب العربي وكان صديقا مقربا من لسان الدين ابن الخطيب. في فترة من الفترات كان هناك مشاحنات ما بينه وبين أمراء الأندلس لسان الدين ابن الخطيب، فذهب إلى المغرب العربي وكان صديقا مقربا من ابن خلدون، وكتب كل منهم عن الآخر ما يجب أن يعترف به الرجل من فضل لرجل آخر، ونعترف بفضلك شعرا ورأيا إلى شيء جديد من الشعر. جزاك الله. تفضل يا عبد الرحمن. أقول قد ماتت القوس في أحضان باريها، وصمت العيس عن ترديد حاديها، وتاه في الدرب من كان الدليل على خير الدروب، فأمست كلها تيها. يا الله. وعادت اللات في العربان آلهة باسم التسامح قد طاف الورى فيها. يا الله. ما نستريح بأرض دون معركة مع الحياة، فليت الموت يقضيها. يا أيها البحر من أغرى سفينتنا فأغرقت أهلها خانت مراسيها. يا أيها البحر من أغرى سفينتنا فأغرقت أهلها خانت مراسيها. يا نفثة في طوايا الصدر أكتمها، ما لي أكتمها حتى ما أخفيها، حتى ما أكتبها فوق السطور دما فأنثني فوقها والدمع يمحيها. يا الله. كل المصائب جزء من مصيبتنا، إذ خاننا الكل قاضيها ومفتيها، تشابه الكل في قول وفي عمل، من كان حاميها أضحى حرامية. مجددا، كل المصائب جزء من مصيبتنا، من كان إذ خاننا الكل قاضيها ومفتيها. يا الله. تشابه الكل في قول وفي عمل، إذ من كان حاميها أضحى حرامية. من كان حاميها أضحى حرامية، عسى أن يهب الأحرار فيزيل هذه العتمة من سمائنا، لابد ولا يبقى لكل اللصوص والسرقة مكان على خريطة المستقبل النقي الذي نستحقه إن شاء الله. عبد الرحمن، وقبل الانتقال إلى قصيدة جديدة، لفتني مصطلح الطواية في هذه القصيدة وهو جمع طوية. ما الذي تنطوي عليه نفسك من أحزان، من أوجاع، من آمال؟ فضفض بصوت عال كما لو أنك تفكر بينك وبين نفسك واطمئن، سنعمل أننا لا نستمع إليك كما لو أننا لا نسمع. إن أجبتك بدون أي تفكير وإجابة عفوية تلقائية، سأقول لك ما قاله بدوي الجبل: آمنت بالحقد يذكي من عزائمنا، وأبعد الله إشفاقا وتحنانا. يا الله. يا سيدي، نحن نائحة ثكلة، يعني جراحنا عصية على الشفاء، وليست الثكلة كالمستأجرة. نعم، جراحنا عصية، عصية على الشفاء، لكن الأمل باق وموجود. لابد لا ينقطع الأمل بالله، لا ينقطع الأمل بالله، ثم بالكرام الطيبين. نعم. الأحرار بالضبط. المتشبثين بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها حتما. كلمة من أجل نفسك قبل كل من يكتب الشعر، تنصح بها نفسك والآخرين حتى تكونوا على ثغر الكلمة. ماذا يقول عبد الرحمن من كلمة ينصح بها نفسه؟ أنا أقول أن تتبنى قضية قومك بالذات وتكتب عنها. ويعني الشاعر بدون قضية
يعني لا أريد أن أخرج في بالمصطلحات ربما لا عبارة عن لوحة لا حياة فيها يعني مجموعة ألوان متشابكة لا تؤدي إلى نعم أي فكرة. نعم بالضبط بالضبط. فكرة أن الجمال للجمال والفن للفن هي أفكار ربما صحيح يعني باردة صحيح وغير مقنعة، وإن كان لها جمهور يؤيدها إلا أن الشعر الرسالي هو الأقدر على التأثير صحيح والأبقى في وجدان الأمة هذا والأثبت أيضا. ومن هذا مثال التاريخ. هذا مثال هذا يعني قرأت منذ فترة أن هناك شاعر اسمه ابن سكرة كتب في هجاء أهل البيت آل هاشم، لا حول ولا قوة، فربما لم يرد عليه أحد، ووصل نعم هذا لأبي فراس الحمداني فلم يرد عليه كما ذكر الكاتب لا أذكر اسم الكتاب لسخافة شعره لسخافة شعر ابن سكرة هذا. فيقول هو له 10,000 بيت في جارية، يعني تخيل استنزف نفسه وطاقته في يكتب في جارية. وبالمقابل نأتي إلى أبي فراس فنرى أن رومياته خالدة، شعره نعم كله خالد إلى الآن. نحن نذكر شعر أبي فراس لأن أبي فراس كان صاحب رسالة. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر بلى بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. الله 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 ما أجملك يا عبد الرحمن. قبل أن نذهب أنا وأنت إلى سوريا وكلمة من أجلها نريد قصيدة مدوية هذه المرة، اقرأ علينا. سأقرأ عليك قصيدة لكل هذه يعني كتبتها في من لم يساوم على كرامته ولا على دينه. الله جميل هذا المفتتح، تفضل يا عبد الرحمن. أقول له مضيت على حد السيوف الصوارم، مضيت على حد السيوف الصوارم كذلك يمضي الحر من آل هاشم. مضيت ولم تترك لكف موحد من العذر إلا حمل بيض الصماصم، وناصرت دين الله 20 حجة وفيهن لم تلبس ثياب المسالم. الله عليك. ولم تر غمدا للمصاليت لائقا سوى وضعها بين اللها والجماجم، وما الجود والإقدام إلا كقطرة إذا وضعت في بحرك المتلاطم. فقدمت للإسلام روحا ومهجة، ومن قبل قد قدمت إحدى القوائم، برزت لهم والموت أبدى نواجذا وأقبلت ترمي باسما غير باسم. فمن لي ببأس مثل بأسك في الوغى إذا خط يوما في الخطوب العظائم. فمن لي ببأس مثل بأسك في الورى إذا خط يوما في الخطوب العظائم. جميل. فلم تبق في أرض الشآم لمشرك قبورا تواري بعد حز الغلاصم، فأمست قبور المشركين بتدمر بطون سباع أو بطون قشاعم. فما كنت للأعداء إلا مناوئا، وكنت عن الإسلام خير مقاوم. وقفت لهم والليل طاوي نجومه كأنك برق في محاجر هائم. علمت بأن الحق خندق ثائر وتقتيل أعداء ومحراب قائم. صنيعك بالكفار لا شك واضح، فعلت بهم فعل الرقى بالتمائم. فإن كان لابدا من الحزن والبكاء ففي سوح ثأر لا بسوح المآتم. مضى بعد إثخان وقتل وهجرة، فيا عين جودي بالدموع السواجم. ويا الله نفس نوحي حسرة وتذكري مصارع إخواني وسبي محارمي. مضى بعد إثخان وقتل وهجرة، فيا عين جودي بالدموع السواجم. ويا نفس نوحي حسرة وتذكري مصارع إخواني وسبي محارمي. فما نيلك المأمول من كف حارم سوى نيلك الإطراء من فيه لائم. فما نيلك المأمول من كف حارم سوى نيلك الإطراء من فيه لائم. الله سوى نيلك الإطراء من فيه لائم. ولا تأملي بالعدل من ذي دناءة، فما الناس إلا ظالم وابن ظالم. أعد هذا البيت. ولا تأملي ولا تأملي بالعدل من ذي دناءة، فما الناس إلا ظالم وابن ظالم. فليت الذي أمسى ذليلا بشامنا تعلم منكم عاليات المكارم. فليت الذي أمسى ذليلا بشامنا تعلم منكم عاليات المكارم. وليتهم اقتبسوا خصالا رفيعة تنجيهم في الروع عند التصادم. وليت أعاريب البلاد تسربلوا
لدى الروع والهيجة ثياب العزائم يا الله. وليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم. وليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم الله. ولكنهم ناموا على الذل نومة كأن ليس تدميهم سياط الأعاجم يا الله. كأن ليس تعنيهم لدى الأسر نسوة حري بأن تفدى بقرع الجماجم. عليك سلام الله ما ناح طائر وما غردت في الروض ورق الحمائم. عليك سلام الله ما ناح طائر وما غردت في الروض ورق الحمائم. وما غردت في الروض ورق الحمائم. جميل هذا الوفاء للشهيد، لكل حر لم يعطي الدنية في دينه، عاش عزيزا ومات عزيزا أكثر عزة. كلمة من أجل سوريا، الجرح الذي للأسف لم يندمل بعد، ماذا تقول؟ سوريا أنت كما قلت جرح لم يندمل، يعني الناس لا يحبون المنظرين، وأنا يعني لمن يسمعني من سوريا أنا لست منظرا، أنا أيضا نائحة ثكلى كما قلت، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ولم يأمرنا أن ننتصر، أمرنا أن نمضي ونسير على الدرب فقط. كن آملا، أعطنا إجابة فيها الأمل، استدرار للبشرى، للأمل، لابد للسعادة، لابد أن يأتي الفرج والنصر بإذن لابد الله. آت بإذن الله، وهذا لا نشك فيه أبدا، ولكن يعني كما قال الشاعر تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. إذن علينا أن نعد العدة، علينا أن نعد العدة. أحسنت يا عبد الرحمن. قبل الختام نريد قصيدة جديدة، هل لا يزال بجعبتك شيء من الشعر؟ أنا واثق أنه لا يزال موجود. موجود موجود. أعطنا ما لديك إذن، ولكن سنخرج عن قليلا عن قضية الحماسة ربما، إلى شيء من خفة الظل، إلى شيء نعم. من إراحة القلب، روح القلوب نعم. ساعة وساعة يا رجل نعم. تفضل. سنى نور أطل على فؤادي. هذه بدها قاعدة نعم. ولها قصة سأحكيها لك بعد الحلقة. من جديد. سنى نور أطل على فؤادي به حسن الحواضر والبوادي. جميل. من التركية الحوراء قلبي غدا طفلا وعيني في سهادي. من التركية الحوراء قلبي غدا طفلا وعيني في سهادي. وضعك صعب يا عبد الرحمن، أكمل. تعلمني سنة نطق لحرف وقلبي ليس يعرف غير ضادي. وتسألني سنة كم صار عمري فقلت الآن طفل بالمهادي. وأسمع صوتها إذ تنطق اسمي كعصفور من الأطيار شادي. ترى في وجهها برء لوهن ألم بمتعبين من الحصاد. وكم في عينها هدي لعاص وكم فيها ضلال للهوادي. كأن قوامها جيد لمهر تفوق بحسنها بيض الجياد. مكحلة ولكن دون كحل، معطرة ولكن دون كادي. كأن شفاهها نهر تراءى لضمآن من الصحراء صادي. كأن شفاهها نهر تراءى لضمآن من الصحراء صادي. كأن جمالها متن لعلم يجف بشرحه فيض المداد. وفيها من شموخ العز كبر يطول بها إلى السبع الشداد. وفيها من شموخ العز كبر يطول بها إلى السبع الشداد. أعيري يا سنا قلبي التفاتا فحسنك بات يسلبني أو بات يحرمني رقادي. وإني قبلها ما كنت أدري بأن ذي الأرض من خير البلاد. قد ازدادت بها اسطنبول حسنا وإن الحسن فيها بازديادي. أهلين، جميل. وإني يا معلمتي غريبة. هنا يكشف اللغز، أعد. قد ازدادت بها اسطنبول حسنا وإن هنا تكشف فيها نفسك. بازديادي. وإني يا معلمتي غريب بأرضكم تمزقني الأيادي. وإني في ديار الترك وحدي كما عيس تهيم بغير حادي. يا الله. فلا تستنكروا غزلي بأنثى فإن سناي قد سلبت فؤادي. ولا تستنكروا قد قال ربي تراهم هائمين بكل وادي. تراهم هائمين بكل وادي.
سنة وجدنا أنها معلمة في النهاية. نعم يا معلمة، أخبرنا عن هذه القصة كما وعدت. أنت حر ومخير، ربما طبعاً بعض لست مجبرا أو بعض ما يصح نشره من تفاصيل. يعني تفضل أقول، قل ما تحب. عندما دخلت إلى المدرسة، أول قدومي إلى تركيا، نعم، وهي هي القصيدة يعني من أوائل القصائد المكتملة لدي يعني. وأرى أن الشعراء أغلبهم يفرون من تجربتهم الأولى، صحيح، فبلحظات التعارف الأولى، الـ15 دقيقة الأولى من كورس اللغة أو درس اللغة، فتكون هناك لحظات تعارف، ما اسمك، كم عمرك، من أين أتيت، كذا. فكانت هذه القصيدة وليدة هذا الموقف، ليس هناك شيء آخر. أحسنت يا عبد الرحمن، أنا واثق أنه ليس هناك شيء آخر إلا كل ما يسعدك ويبهجك ويديم عليك هذا النقاء وهذه الروح الطيبة وهذا الحس الدافئ وهذه الأفكار العالية حقا، التي أرجو لها دوام التوفيق وأن تظل حاملا لها، مقتنعا بها، متخلقا بها دنيا وآخرة. أخيرا، رسالتك الخاصة من الشعر وما ترجوه كرجع صدى من كل ما تكتب دنيا وكذلك آخرة. لابد أن نقدم الآخرة على الدنيا، وهو البحث عن الاستثناء. يا سيدي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى نصيبك، سنأتي عليها، لن ننساه. البحث عن الاستثناء في قوله تعالى: إلا المتقين. أحسنت. والشعراء يتبعهم الغاوون إلا المتقين. نسأل الله يعني أن نكون أنا وأنت والمستمعين، يجب عليك أن ربما المستمعون منه. نعم، يجب على أي إنسان وأي شاعر بالذات يعني أن يدخل في هذه الآية، أن يبحث لنفسه في مكان عن المتقين. وفي الدنيا قد تستهويني يعني شخصيا فكرة الخلود، فكرة أن تخلد بشعرك، أن يأتي شخص، أن تخلد بموقف، نعم، أن تخلد بكلمة، بقصيدة، بأثر، بتأثير، نعم، أن يأتي شخص بعد 300-400 عام ربما يذكرك ويقول: كان فلان وكان فلان. هذا شيء يعني له موقع في النفس. يعني نحن اليوم بعد 1500 عام نذكر موقف وفاء السماوئل من الذي حمى أدراع امرئ القيس. الخلود مسألة صعبة، نعم، نعم، تحتاج قوة، تحتاج قدرة، نعم، تحتاج ثبات، تحتاج إيمان، وأنت كذلك بحاجة إلى روحك قائمة على هذه الأعمدة الأربعة. نعم. فإن استطعت أن تحفز روحك على ذلك ربحت جائزة الخلود. اسأل نفسك: هل أنت مهيئ لذلك أم غير مهيئ؟ هذا لا أقوله فقط لعبد الرحمن، وإنما لنفسي. نعم. قبل الجميع. في الختام، ماذا تود أن تقول؟ والله أود أن أوجه الشكر لقناة الرافدين ولك بشكل شخصي. بالعكس، نحن بنتشرف فيك يا عبد الرحمن. ونتوجه بالمعايدة إلى أهلنا وأهلنا في العراق خصوصا وفي جميع البلاد العربية، ونقول لهم: كل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بإذن الله. يا عبد الرحمن الأحمدي، الشاعر الجميل، صاحب الأفكار الطيبة النقية، والفاضل شعرا وحضورا، وكذلك الباحث عن أثر. جزاك الله خيرا. أرجو أن تنجح بتثبيت اسمك في جدار الخالدين كما تتحدث أو كما ترجو وتتمنى، وأرجو أن تتحقق هذه الأمنية. شكرا لك يا عبد الرحمن، شرفتنا في بيت القصيد هذه الحلقة، ومرة ثانية كل عام وانت والسادة المشاهدين بألف ألف خير. وانت بألف خير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وإذنه وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا في رعاية الله. إلى اللقاء.